زهقتوا من اكل الفراخ؟ تعالوا اقول لكم على طريقه جديده للفراخ تعملوها في البيت، سهله وبسيطه وسريعه، وكل مكوناتها ان شاء الله هتكون موجوده عندنا في البيت. تعالوا اقول لكم على الطريقه. عندنا دي البهارات طبعا، عندنا ملح وفلفل اسود واوريجانو وحبايه ماجي وواحدتين روزماري، لو ما فيش في دراي روزماري ما فيش مشكله. عندنا الجينجر باودر، جنزبيل باودر، اي خضار موجود عندكم في البيت. انا هنا مثلا مستخدم بروكلي وكولي فلاور وكورن وجزر، كابج، شويه فلفل الوان، معلقه بصل، معلقه ثوم مفروم، شويه بصل اخضر متقطع جوليان للديزاين، وعندنا موتزاريلا وشيدر تشيز، وعندنا شريحتين اناناس. لو ما عندكوش اناناس تقدروا تستخدموا تفاح، مفيش مشكله، خوخ مفيش مشكله برده، هيكون للديزاين في الاخر على التوب. وهنا عندنا شرايح سموك بيف، لو عندكم مثلا تركي هام لانشون تقدروا تستخدموه. وعندنا هذه صدور الدجاج. تمام، دلوقتي هنجيب اول حاجه صدور الدجاج، هنبتدي ان احنا نفتحها بالنص. زي ما احنا شايفين كده. بعدين هنبتدي نجيب الراب بتاعنا، سيلين فيلم بلاستيك، او لو ما عندكوش ممكن تقدروا تستخدموا اكياس مفيش مشكلة. هبتدي ان انا اعمل كده. زي ما انتم شايفين كده حتة بلاستيك ادوبك هحطها عندي. هبتدي ان انا احط فيها صدر الفراخ طول او بالعرض مفيش مشكلة. هبتدي ان انا اقفل عليها، وبعد كده ببتدي ان انا اعمل لها همر بطريقة بسيطة، بحيث ان هي تكبر معايا وفي نفس الوقت ما تتقطعش الدجاج، عشان اعرف ان انا اروله اعمله رول. اوكي، خليكم معايا. ودلوقتي رجعنا لكم بعد ما خلصنا الفراخ. زي ما انتم شايفين كده انا بدات خليت الصدر سمكه صغير جدا، طبعا عملته بالهمر. بعد كده ببتدي ان انا افتح الاكياس بتاعتي بطريقه سهله وبسيطه ما فيهاش اي مشكله. بعد كده باخد شوية فلفل اسود احطهم، ببهر بس الصدور، وشوية ملح، رشة بسيطة ورشة بسيطة بدون تعب، بدون مارينيشن، بدون اي حاجة، وهيطلع التست بتاعها روعة ان شاء الله. تمام كده انا حطيت عندي البهارات. طبعا ده الخضار اللي انا وريته لكم في الاول، اخدت منه شوية فرمتهم تمام، وحطيت عليهم شوية موتزاريلا. بعدين ببتدي ان انا مكسهم، وهاخد شوية شوية منهم احطهم في الصدور. باخد واحدة بلانشون او واحدة بيكون او تركي هام او اي شيء عندكم موجود بالبيت ما فيش مشكلة، وباخد قطعة شيدر. تمام، بعد كده بحط شوية خضار جوه كل صدر دجاج. تمام، طبعا حابين تعملوه بالطول اوكي، حابين تعملوه تلفوا الصدر بالعرض مفيش اي مشكله، على حسب الصدر اللي عندكم بعد ما اتعمل له همر. تمام، بعد كده ببتدي ان انا الف صدر صدر. دلوقتي ببتدي ان انا الف الصدور بتاعتي بالطريقه دي زي ما انتم شايفين كده. طبعا بيكون الحشو بتاعي جاهز جوه، ما تقلقوش يعني مش هتتفتح معاكم على في الطاسه، او لو اتفتحت ما تقلقوش يعني، ما حاجه تلف الصدور بالراحه. اوريكم دلوقتي هنسويهم ازاي وهنعمل الصوص بتاعهم ازاي. تمام،
ألف هنا وشفا. لو عجبتكم الطريقة تنسوش شير ولايك وسبسكرايب. لو في أي سؤال حطولي في الكومنت وأنا برد عليه.